إذن مياه زرقاء. ولكن ما هو هذا المرض؟ ربما تتساءلون من هي المياه الزرقاء. نعم هذا صحيح، أجبنا أيها الغبي. حسنا، عندما تأكلون هذه الزهرة فإن الشخصية تتغير. الزهرة؟ الشخصية؟ تظهر ترتفع الشخصية المتغيرة على الشخصية الأخرى. ماذا؟ تنقلب الشخصية ويعاني الشخص من التأثير العكسي، الضعيف سيقوى والمضغوط سيظهر. أطفئه يا باولو، إني أمرك. ولكن كيف تجرؤ؟ نعم هيا بنا نذهب، هيا هيا. نعم سيدي. ناديني سيدي ترومبونوتي. ترومبونوتي ها صفق. نعم نعم يا سيدي ترومبونوتي. رائع رائع رائع. رائعة سينيوريتا.
أصبحت أستطيع أن أقفز وأمشي. أنا رياضي رياضي، يجب أن أبحث يجب أن أبحث عن الكوالا الصغير وبرونو قبل أن ذلك مكان جيد. فتش جيدا، يجب أن نراه. يجب أن ننزل. انظر هناك. إنني أصوب عليها. لا، لا تستطيع أن تفعل ذلك، أرجوك. إذن مع تأثير المياه الزرقاء بدلا من أن تتغير الأزهار تغيروا هم.
لحظة واحدة، الذي حدث هو أن لا تقول تلك الأصغار. حسنا مارتا. وسأستبدع الآن ببابا. بابا ترويت إنه مجنون. لا بل رأسك. لقد تغيرت. من الأفضل أن تتغير. إنني أحب الرجال مغامرين كبوب ديترويت. مشاركة ساكي تركة 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 تركة. ماذا؟ تلك هي نهاية بوب ديترويت. كيف تجرؤ يا برونو أونيل؟ منذ الآن أنا السيد أونيل، هل تفهمين؟ السيد أونيل. ولكن مبكى. لا شيء، أنت التي ستعملين بعد الآن. لن أطبخ ثانية ولن أنظف ولن أغسل الثياب. ستتحول إلى نزيل؟ نعم سأتحول إلى نزيل. جهزي أفضل غرفة مع ساونا ذو محرك وحمام موسيقي. نعم السيد أونيل. السيد أونيل، واحضري لي هنا عصيرا وطعاما وكل شيء. سأحاول مع هذا الرجل. ما هذا الرجل؟ Ha ha ha!